بغيت نركز عليها وهي التكوين. غنعملوا عصفورين بحجرة. النقطة الأولى، السيد الرئيس بودريقة ملي سمع بأن عندي علاقات مع أندية ومع لاعبين باش نكونهم مجانا من طبيعة الحال في التكوين، كيف ما عملت مع الإخوان اللي هما أساتذة ديال الرياضة مدربين ديال كرة القدم أو الإخوان اللي في أكادير أو في جديدة وقريبا مع الجمعية ديال السيد جافا. هاد النقطة أنا طلبت من الرئيس ولو ندير العقد مع الرجاء ما يحرمنيش من هاد المساهمة في تكوين المدربين المغاربة مجانا. هو مش معي بعيد، قال لي احنا بغينا الرجاء تساهم في التكوين، اذا قال لي احنا نخلو لك القاع ونخلو لك الملعب لتكوين المدربين المغاربة مجانا. اذا هاد الفكرة الاولى طلبت من الاخوان اللي هما مسؤولين على الجمعية دي اللاعبين السابقين للرجاء وعملت معهم اجتماع الاول واليوم كانوا دايرين اجتماع ثاني وتكلمت معهم بأن أنا هدفي نساعد جميع لاعبين الرجاء اللي دازوا في الرجاء. من طبيعة الحال خص تكون أخلاقهم طيبة وتكون معاملاتهم زينة ونساعدهم في التكوين، وهذاك التكوين اللي غادي نعطيهم بالتكوين اللي كتعطي الجامعة غادي نساعدهم باش بسرعة يلحقوا لواحد المستوى اللي كنقول أنا في المستقبل غيكون جد ممتاز. وهذا التكوين الرجاء ما فتحهاش إلا اللاعبين الرجاء، فتحة للاعبين الوداد سابقا ديال الطاس ديال الراك ديال الحياة الصغيرة الإطوال، أي لاعب سابق اللي هو باغي يكون مدرب حنا غنفتحوا ليه الباب ويجي عندنا تكوين لهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية خاصة بالتكوين ديال المدربين اللي هما كيعملوا حاليا في الرجاء، غيكون عندهم برنامج خاص لكل مدرب كتكون عنده طريقة عمل معينة وباش كذلك المسؤولين يكونوا يعرفوا اش كنعملوا. في كل شهر لكل مدرب تيكون عنده تقرير، الحصص التدريبيه اللي غادي يعمل فوق ارضيه الملعب كتكون مسجله مكتوبه ومسجله كذلك بالفيديو، وطريقه العمل لجميع المدربين كتكون مسجله، دروسي انا النظريه شخصيا كتكون مسجله كلها بالفيديو، ولما كنديروا التطبيق فوق ارضيه الملعب انا كنعمل تمارين اللي كنقولوا ديمونستراسيون تبيين ديال الطريقه، انا كنسجل نفسي كذلك، ولما يدخلوا المدربين كنسجلهم، ولما يبداو يدربوا الفروق تنسجلهم باش في اخر سنه تيكون عندنا دي فيديات فيهم واحد العدد كبير ديال التمارين، مثلا طريقه تسمى في الكورفر للفئات للمراحل في المدرسه، غادي عندنا ربما 200 تمرين مختلفه في دي فيديو واحد، الطريقة التي تسمى بالسيمتريك مثلا غيكون عندنا دي في دي فيه 200 تمرين، الألعاب التكتيكية للصغار كذلك، البرمجة التكتيكية غتكون كذلك في الديفيديات، ونهاد الديفيديات إن شاء الله غادي نبداو نشتغلوا بهم هنا في الرجاء، وحتى المدربين المغاربة اللي غايجيو هنا يقدروا يستفدوا منهم. والنقطة اللي كنظن من أبرز الأشياء اللي بدينا فيها وهي الدراسة ديال اللاعبين اللي غيكونوا في المركز ديال التكوين عندنا. هي النقطة الأولى، المدرسة عملنا ازدواجية أو توأمة مع مؤسسة هنا في بوسيجور سميتها مؤسسة المقري الخصوصية هي ببوسيجور قريبة للنادي، وتنشكر بزاف المؤسس ديالها السيد رداني عبد الله، وأشكر كذلك سيد أكرم اللاعب السابق للحياة الصغيرة ولنجم الشباب، جاءوا لعندنا للنادي عملنا معهم برنامج، جميع اللاعبين اللي عندنا في المركز غير بدأوا يقرأوا عندهم من 8 الصباح حتى الجوج، وغادي يحترموا نعم سبوريتود وغادي يحترموا الدروس ديال الوزارة التعليم، وغادي نعمل معهم أنا شخصيا اللقاء يومي باش نعرف اللاعبين اللي كيحضروا الدروس واش هما معقولين ولا ما معقولينش، واتفقت معهم أي واحد ما يكونش معقول في الدراسة ديالو نخرجوا من المركز ما يبقاش فيه، باش اللاعبين اللي هما في المركز يعرفوا بأن الدراسة عندها قيمة وما يمكنش نتخلاو عليها، واللاعب ولو يكون زين إلا كان يخلق مشاكل في الدراسة نخرجوه من المركز وندخلوه واحد آخر اللي ربما مستوى أقل ولكن تيحب الدراسة. إذن هاد النقطة هذه غتساعدنا كثير، لأن المستوى الثقافي ديال اللاعبين من غادي يطلع فكرهم غادي يقدر يستوعب أي برنامج تكتيكي كما كان مستواه، يستوعب مثلا عين النقاش الحياة والنقاش وحتى الاستجواب اللي كتعطي الإنسان الميكروفون. بعض المرات ما تلومش اللاعبين، فإنسان تيكون ما مكملش قرايته وما هذه ما يمكنش تلومه على أنه ما لقاش السلاسة ما لقاش الأفكار، يقدر بغي يقول شي حاجة ما لقاش وهذا مزيان. تفضل السي أمين، غير تكميلا لما قاله السي حرمة الله، وأنه بطبيعة الحال دابا غيكون معايير أخرى وضوابط أخرى، لأنه الدري غادي يدخل مع 8 وسوا ديزون غادي يخرج مع الجوج، يعني يبقى لي نص
نهار نص نهار كامل فين يتمرن ويقرا. مي قبل كانوا الدراري كيخرجوا مع 6 6 ونص لا وعاوتاني 6 ونص عاوتاني خصو ياكل شويه ويدخل يتريني فهمت كاين عده مشاكل. ولذلك كنت كتلقى الدري ما كانش كيركز في الدراسه ديالو حتى النتائج ديالو كتجي شويه ماشي حتى ليه. دونك ان شاء الله بعد المبادره اللي دار سي حرمه الله وكذلك مكتب فريق رجاء البيضاوي مع هذه المؤسسه فان شاء الله اللعاب غيكونوا سعداء وغادي يعطيو اكثر من السابق. هلال تا كانت وقعت لي مشكل انت ذكروا هلال كان مدرب الرجاء في الامل هلال كان حتى المركز الثاني الموسم اللي قبل وذاك العام اللي فات كان هو بطل ديال المغرب فئه الامل مع المدرب كان هلال. كان يوقع لك نفس المشكل هذه اللعابه كيجيو كاين اللي كيجيك معطل كاين اللي كيجي الدراسه ما كملهاش كاين اللي كيجي كان يوقع لك مشكل في هذه القضيه هذه. خديت انا على عاتقي باش ما نكونش سبب في الانقطاع الدراسه لاي لاعب لان في ميدان كره القدم حنا من تنشوفوا العدد يعني النسبه ديال اللاعبين اللي تيوصلوا لاعلى مستوى واللي تيوليو تيولي فوالا كوميتي كمهنه قلال جدا خاصه في الظروف اللي تنعيشوها. النقطه اللي اثار الدكتور ديال التوقيت المستمر نداء الوزارة التربية الوطنية إلى بغا هشام مرمر معيامين إلى بغا قضية قرار سياسي إيوا تسنتوش الراديو المهم هذا نداء الوزارة التوقيت المستمر هو الحل الوحيد ني با دو سوليسيون إلا كانوا حلول أخرى نديروها ما كاينش. دابا في المغرب ولات الرياضة كتجني على الإنسان لأنه باش كتختار لاعب كيكون موهوب خصو ينقطع الدراسة يعني أنت المفروض أنه الرياضة تشجع الإنسان باش يطلع إنسان كامل متوازن ما بين القراية وما بين الرياضة حتى إذا ما كملش على الأقل كيكون عنده البكالوريا كيمشي يتوجه لشيء آخر وليتي أنت كتفرض عليه بلا ما تكون عندك اختيار أنه خصو ينقطع الدراسة. هذا من جهة أنا كنذكر كنعاودوا لي اسمح لي دكتور نقاطعك وهذه المسحة ولكن في نفس الوقت كتبكي وهذه بصح لعب ديال بريمير ديفيزون فكان جا الطبيب يعينهم يعني ومني داروا الفيزيت كان كيعمر واحد لافيش في لافيش فيها لا سيتوياسيون فاميليال سيليباتير فهو دار اريغوش هذا البوست ديالو اريغوش راه يمكن نضحكوا ولكن سي فريمون لا فوت ديال هادشي الضحيه هو ضحيه هو ديال ربما كان يكسب الحاله العائليه بالعربيه ربما لان لافيش عطاتو لافيش عطاتو لان كذلك حنا في المغرب الان الطريقه ديال الدراسه تغيرت. انا في وقتي كنا كنقراو فرنساويه في الصباح والعربيه في العشيه من النهار الاول ديال المدرسه الان ربما عاد الدراسه بالعربيه عاد من بعد رجعت الفرنساويه لان هذاك السؤال خصو يكتبوا لي بالعربيه باش يجاوبوا بالعربيه نورمال باللغتين معا كنلقاش وكان واحد الجيل دكتور يمكن زعما واش علم وكان من ضحايا التعريب بحالي انا قرينا بالعربيه ومنين وصلنا للمستوى قرينا بالفرنسي نادى به واحد الحزب لا داعي لذكر اسمه. المهم هذا من جهه اخرى غير باش واحد على باز انا شو اونسينيون ديدوكاسيون فيزيك اللايسيس ما يسمى بلايسيس الجمعيه الرياضيه المصريه ما بقاش نقارضت ما كانت الاربعاء في العشيه الاربعاء ولا الجمعه خدام عندي اقسام وبقيت نتسالوا علاش بقينا شنكونوا النادي تيكون مي في السابق كان الشارع يكون الشارع هو اللي كان تيكون كانوا بوكو دي سباس كانت الشارع والمدرسه والمدرسه اللي دور لان باقي نعقل انا على اللقاءات اللي كانت بين محمد الخميس اللي سيمو عبد الله ملي كتكون مباريات او العاب القوى او كره الجمهور اللي كان كيحضر اللاعبين اللي كانوا تيخرجوا شيء خيالي ودوري انا تسمح لي غير نرجع لهذه النقطه ديال المدرسه. انا نعاود تنشكر السيد رداني عبد الله وتنتمنى باش وزاره التعليم تفكر في هذه النقطه لان راه اساسيه ما تبقاش تخلي اللاعبين اللي كيمارسوا الكره يبعدوا على قريتهم خاصهم يديروا لهم هاد الفكره لسوي ديال الدراسه من 8 حتى الجوج وتسمح لبعض المدارس باش دير هذا المجهود لان هذا السيد اللي سميتو سردان عبد الله عمل معنا مجهود وانا كنتمنى بان هذا المجهود ما ياثرش عليه ماديا على المدرسه ديالو وكذلك تكون مساعده من الوزاره ديال التعليم ليه وجميع المدارس اللي ساهموا مثلا لما الوداد او الجيش او الفرق الاخرى اللي يكون عندهم هذا النظام لان بهذا النظام كتقدر تستغل الطفل من 3 مثلا او 4 او 5 عندك الوقت باش تمرنوا عنده الوقت باش يرتاح وكترغم على الطفل في المركز التكوين ساعتين او ساعتين ديال الدراسه باش يكون في المستوى في المدرسه وكتتبع النقاط ديالو والمركز كيكونوا عارفين اللي ما تبعش الدراسه تيخرج من المركز من اللي كتبدا دير لهم هكذاك ما يبقاوش ما يعطوش قيمه للدراسه غادي يعطوها قيمه. نعم حنا كان عندنا اي مدرب في الحياه تعرفوا مزيان سي صلاح الدين السيدي هو بقى
بقى جبيرات دابا في يعني في مثل اللي هو السي شعيب حجري الله يرحمه كنا كنجيبوا لي النتائج ديالنا اللي ما كانت النتيجه ديالنا ماشي هذيك تكسر ولدي داركم انا نعطيك مثال ما تجيش عندي قبل ما تجي عندي سامح لي كلير فونتين اللي فرنسا اللي خرجت العمالقه ديال كره القدم الفرنسيه والاوروبيه تيري اونري انيلكا وزيدو زيد في القانون الداخلي لان بطبيعه الحال لان درست هناك ودوزت معهم الستاج ديال التكوين ديال الإدارة التقنية عندهم داخليا دربت اللاعبين هناك وعشت معهم هناك وجلست معهم تما شهور وشفت بأن الطفل كيترعد من اللي كيجيب النتيجة لأن اللي ما كانش عنده المعدل كيخرجوه من المركز كيرجعوه لداره تقول لي سير حتى تجيب تترفع بالمعدل عاد ترجع إذن ما يمكنش يتخلى على الدراسة دياله والمستوى ديالهم تبارك الله ثقافيا كلهم ممتازين وعندهم الثقافة وعندهم المستوى باش يقدروا يكونوا مدربين يكونوا أشياء أخرى هذه الباساسيون ديال ملي كيولي مدرب دابا حاليا لا كونفيرسيون يعني لك فانت باش تولي مدرب دابا حاليا صعيب الا ما كنتيش تقرا هذا هو النقاش لان دابا ولا كلشي سكاوتينغ فيديو الفيزيوناج داكشي كامل ما بقاش تكلم الدكتور نرجعوا مع صلاح انا صلاح ندوزوا مع الشق ونرجعوا مع الدكتور هلال هلال اللي غيعطينا الماتش الجاي لان الراجل هو مع الكاك صلاح المهنه ديالكم اول حاجه كلشي يفرح في المغرب لان المتابعه التقنيه دار فيها اونسيان جوور سكي غار في المغرب يعني قليل في المغرب انه تلقى المتابعه التقنيه في مكتب مسير فلاعب سابق لاعب يلعب الكره واش الدور ديك يقتصر فقط على المرافقه ديال الفريق اول وحل المشاكل باللعاب والمدرب العاب العاب هذاك هو الدور يعطيك المكتب انما انه كاين ادوار اخرى اللي نعرفوها مع صلاح بطبيعه الحال فاول شيء هذا كيشرفني انه نخدم الفريق ديالي وبطبيعه الحال فانا كرئيس لجنة التقنيه والشباب فكنظن بانه كان حطينا اهداف كاداره كنادي وسبق تكلمت عليها ان كنلعبوا على عده واجهات كنتكلموا على البطوله كاس العرب عندنا كاس العرش كذلك عندنا التكوين وهذا الشيء كل شيء الا ما كانش واحد المنسق اللي كيمثل المكتب العام وكيسهر على توفير هذه الامكانيات وكذلك في نفس الوقت مراقبه ماشي مراقبه سواديز ولكن نعرفوا العمل ديالنا والبروجي ديالنا فين غادي ولذلك باش سهلنا عنا الامر تعاقدنا مع سي حرمه الله اللي هو دكتور خبير في هذا المجال ديال التكوين اللي غادي نستافدوا بطبيعه الحال من الخبره ديالو كثير وكذلك نحن كمكتب مسير يعني نشتغلوا وحنا مرتاحين عارفين خدمتنا لمن عاطينا كذلك كنصرع الفريق الاول لانه كتعرف السي محمد فاخر كيبقى دائما المدرب ديالي والاخ ديالي والاب ديالي فكنظن هذا راه مشروع كامل فيه السي محمد فاخر فيه السي حرمه الله فيه سي هلال الطير استاذ مبرز وكذلك كمدرب فيه السي عبد الصادق اللي هو مساعد المدرب هادو كاع ابناء الفريق كذلك المدرسه اللي كيشتغلوا فيها كاع ابناء الفريق اذا حنا في هذه الفتره الا ما خدمناش الفريق ديالنا شكون